أيها الأخوة الحضور، ضيفنا لهذا اليوم عالم من علماء الأمة. ضيفنا اليوم عالم تعرفونه وتنتظرونه دوما في لقاءاته العلمية، في دروسه ومحاضراته في المساجد. إن قلتم في الفقه فقد تميز به، وإن قلتم في العقيدة فقد تميز بها، وإن قلتم في التفسير فقد تميز به، وإن قلتم في الدعوة فهو في ركب الدعاة إلى الله، وإن قلتم في الخطابة فهو المرجع لكثير من الخطباء في خطبه المنبرية، وإن قلتم في الحسبة فهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في تصديه للرد على كثير من الشبه والمنكرات التي تظهر في الإعلام وفي غيره، وإن قلتم في التأليف والنشر فهو في مقدمة من انتشرت كتبهم على مستوى العالم، وإن قلتم في إمامة المسجد فهو الإمام والخطيب الذي عرف بانضباطه ودقته. ضيفنا اليوم جعل الله له القبول في الأرض، فما أجمل أن نعيش مع الشيخ حفظه الله بعضاً من سيرته ونتعرف عليها عن قرب خلال حديثنا وحوارنا في هذه الليلة. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم سماحة الشيخ، ونرغب أن تحدثونا في بداية هذا اللقاء عن الاسم كاملاً والنسب وتعريف عن الوالدين، فليتفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد أخجلتموني حيث رفعتموني إلى منزلة لم أصل إليها. ما أنا إلا أقل طالب علم كواحد منكم، بل أنتم ربما يكون فيكم من هو أجل وأكرم. وأما اسمي فكما تعلمون صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان من قبيلة الوداعين الدواسر في بلدة الشماسية شرقي القصيم. نشأت فيها، أول نشأتي تلقيت القرآن عن إمام المسجد، كان حافظاً متقناً جميل الصوت، ألا وهو الشيخ حمود بن سليمان التلال رحمه الله، الذي صار في آخر حياته قاضياً في ضرية، البلدة المشهورة في غرب القصيم. وتلقيت أول الدراسة في مدرسة البلدة، ثم أكملتها في مدرسة الفيصلية في مدينة بريدة القصيم، ثم درست في الابتدائي، ثم فتح المعهد العلمي في بريدة فالتحقت به وواصلت الدراسة إلى أن تخرجت من كلية الشريعة وعينت مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم نقلت إلى التدريس في كلية الشريعة في الرياض، ثم إلى الدراسات العليا في كلية أصول الدين، ثم نقلت مديراً للمعهد العالي للقضاء 6 سنوات، ثم نقلت إلى دار الإفتاء عضواً في اللجنة الدائمة للإفتاء، ولا أزال والحمد لله. هذا
ما يحضرني الآن، وقد أكثرت عليكم ولكن تحملوني. نعم. شكر الله لكم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. طيب حفظكم الله، ذكرتم نشأتكم في بلدة الشماسية، نريد أن تحدثونا حفظكم الله عن النشأة والبداية في التعلم قبل التحاقكم بالمدارس. إن هناك دروس علمية في الشماسية، هل هناك تعليم القرآن؟ هل كانوا يدرسون الأصول الثلاثة والقواعد الأربع في ذلك الوقت؟ كان إمام المسجد الذي ذكرت لكم اسمه الشيخ محمود بن سليمان التلال، كان إمام المسجد، ودرست عليه القرآن نظرا، ثم فتحت مدرسة الشماسية، يعني أخذت عن الشيخ قراءة القرآن نظرا، ثم أيضا فتحت مدرسة الشماسية فكنت من أوائل الملتحقين بها. ثم تخرجت من الدراسة الابتدائية وعينت مدرسا في الابتدائي، ثم فتح المعهد العلمي في بريدة فالتحقت به ووصلت الدراسة إلى أن أكملتها. ثم كما ذكرت لكم باشرت العمل الوظيفي مدرسا في كلية الشريعة، ثم الدراسات العليا، ثم مديرا للمعهد العالي للقضاء، ثم نقلت إلى اللجنة الدائمة الإفتاء عضوا فيها وعضوا في هيئة كبار العلماء على ضعفي وقلة علمي، ولكن الجود من الماجود كما يقولون. نعم. حفظكم الله. الشيخ حمود بن سليمان التلال رحمه الله تولى القضاء أيضا، لكن هل كان يدرس في وقتها بعض الدروس مثل الأصول الثلاثة أو القواعد الأربعة؟ أبدا ما يدرس إلا القرآن فقط. فقط القرآن. فقط القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. حفظكم الله، ذكرتم أنكم التحقتم بالمدرسة الحكومية حين افتتاحها في الشماسية، كان هذا ذلك عام 1369 تقريبا. 68. نعم. بعد ذلك أكملتم دراسة الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة. انتقالكم، سبب الانتقال من الشماسية إلى بريدة؟ تأخر يعني الدراسة في مدرسة الشماسية، لم يكن فيها خامسة ولا سادسة، فنقلوني من الثانية إلى السادسة في بريدة، ثم تخرجت منها عام 71. نعم. في من انتقل معك حفظكم الله إلى الشماسية؟ ما انتقل معي أحد. نعم. أحسن الله إليكم. لو حدثتمونا عن هذه المرحلة، المرحلة الابتدائية، مع العلم أن في ذاك الوقت كان الآباء بحاجة لأبنائهم للعمل، هل حصل اعتراض من الأهل في التحاقكم بالدراسة النظامية وكذلك انتقالكم إلى بريدة؟ لا، ما حصل من الآباء معارضة لأبنائهم لما فتحت المدرسة الحكومية، ما حصل منهم منعا لأبنائهم، بل أقبلوا عليها ودرسوا فيها، وبعدها التحقوا في المعهد العلمي في بريدة وواصلوا دراستهم إلى أن أكملوا الدراسة في كلية الشريعة وكلية اللغة. نعم. ذكرتم حفظكم الله أنكم انتقلتم لبريدة، لكن هذا الانتقال، هل هناك سكن؟ طريقة المعيشة في بريدة بعد انتقالكم، هل معكم أحد من الأقرباء؟ كما تعلمون أن طلاب المعهد العلمي صرف لهم مكافأة كانت في ذاك الوقت 170 ريال، تكفي للطالب ولأسرته ذاك الوقت، فنقلت
العائلة معي، لأن إخواني كانوا غائبين في طلب الرزق، فنقلتهم معي إلى بريدة وسكنوا معي، وأنفق عليهم من هذه المكافأة، وفيها خير والحمد لله، وجزى الله حكومتنا أحسن الجزاء، حيث إنها لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تمكين الطلاب والإنفاق عليهم أيضا. أنتم تعلمون أنه في البلاد الأخرى أن الطالب يقدم دراهم أو نقود للمدرسة التي يدرس فيها، حكومتنا بالعكس تنفق على الطلاب، تعطيهم ما يكفيهم، وهذا من فضائلها وفقها الله. نعم. حفظكم الله. هل تذكرون من زملائكم في تلك المرحلة الابتدائية؟ نعم. تذكرون هل تذكرون أحد من زملائكم في تلك المرحلة درس معكم ممن يعرفون الآن؟ والله زملائي في تلك المرحلة الابتدائية كثيرون، ما أحصيهم يعني كثرة، ولكنهم ما واصلوا، بعضهم ما واصل الدراسة وانقطع عن الدراسة لطلب الرزق أو لعذر آخر، الذين واصلوا الدراسة قليلون منهم. نعم. وبالنسبة لمن درسكم من المشايخ في تلك الفترة؟ أين؟ في الابتدائية، المرحلة الابتدائية. درسنا مدرسون ابتدائي يعني، منهم شيخنا الذي تلقينا عنه مبادئ العلوم وانتفعنا به، الشيخ إبراهيم ابن ضيف الله اليوسف رحمه الله، كان له فضل عظيم في مدرسة الشماسية، لأنه لا يقتصر على تدريس المقرر فقط، وإنما يعطي طلابه معلومات قيمة في العقيدة وفي الفقه، وفي حصل على يديه خير كثير، وفتح لنا أبواب العلم ورغبنا فيه، جزاه الله عنا خير الجزاء ورحمه رحمة واسعة. نعم. بعد أن انهيتم المرحلة الابتدائية، هل درستم مباشرة في المدارس الابتدائية؟ نعم، درسنا مباشرة لما تخرجنا من السنة السادسة، تعينت مدرسا في نفس المدرسة في بلدي، إلى أن فتح المعهد العلمي فانتقلت إليه وتركت الوظيفة وتركت. نعم. أحسن الله إليكم. تخرجتم حفظكم الله من الابتدائية تقريبا عام 1371. نعم. بعدها التحقتم بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام 1373. نعم. خلال هذه الفترة كيف استفدتم منها؟ استفدنا منها مواصلة الدراسة في المقررات، وفي بريدة كنت أحضر دروس سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وشاركت في بعض الجلسات عليه، إلا أني مشغول بالدراسة النظامية، فأكتفي في الغالب بحضور الدروس والاستماع إليها، فاستفدت منه كثيرا رحمه الله. نعم. حفظكم الله. التحقتم أيضا كما ذكرتم بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام 1373. نعم. التحقتم بالمعهد العلمي عند افتتاحه عام 1373 وتخرجتم منه عام 1377 هجري تقريبا. نعم. لو حدثتمونا عن هذه المرحلة ومن كان مدير المعهد عند افتتاحه ومن أبرز المدرسين الذين درسوكم. كان مدير المعهد من دخلنا إلى أن خرجنا هو الشيخ محمد العبودي، محمد بن ناصر العبودي الذي تعرفونه كلكم يعرفون، كان نشيطا وبارزا في العلوم وفي اللغة العربية، وله مؤلفات لا تخفاكم. الشيخ محمد بن ناصر العبودي هو كان مدير المعهد من دخلنا إلى أن تخرجنا،
ومن أبرز من درسنا فيه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي. نعم، أحسن الله إليكم. ذكرتم قبل قليل أنكم درستم على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، كيف كانت طريقة الشيخ عبد الله بن حميد في التدريس في بريدة، وما هي الكتب التي يدرسها؟ استماعي إليه أكثر من دراستي عليه، كنت أحضر دروسه في الصباح بعد الفجر وبعد العصر، فاستماعي منه أكثر من دراستي عليه. ونعم، ما هي الكتب التي يدرسها؟ يدرس في الفقه وفي العقيدة الواسطية وفي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثلاثة الأصول. نعم، كيف كانت طريقة الشيخ عبد الله رحمه الله في التدريس؟ كغيره من العلماء، يقرأ القارئ ثم هو يشرح، وربما يجعل يوما للأسئلة عما سبق. نعم، هل تسمع المتون العلمية عند الشيخ؟ اي نعم، المتون العلمية تسمع عند الشيخ. نعم، يسمعون الطلاب، يحفظون. نعم، يسمع، يحفظون ثم يقرؤون ثم يشرح هو، ثم في يوم يخصص يوما للمناقشة والأسئلة عما سبق. نعم، طريقة الشيخ رحمه الله كانت مختصرة في الشرح؟ على قدر ما يتطلب المتن، كان يشرحه ويفيض فيه ويوضحه تماما. نعم، هل هناك حلقات علمية أخرى للعلماء في بريدة غير حلقة الشيخ عبد الله بن حميد؟ في حلقات، لكن لم أحضر إلا حلقة الشيخ، إلا في حلقة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخريصي رحمه الله، صالح بن سليمان الخريصي رحمه الله، في حلقة الشيخ صالح السكيتي، كل يدرس في مسجده الذي هو فيه، فيه حلقة الشيخ علي الضالع رحمه الله. نعم، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد، وكذلك الشيخ إبراهيم، هذا درسنا عليه، الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد درست عليه في الابتدائي، لأنه كان يدرس هو في مدرسة الفيصلية، ودرست عليه أيضا في المسجد. نعم، والشيخ عبد الله الخليفي تذكرون شيء عنه؟ الخليفي؟ نعم، الشيخ عبد الله بن صالح. نعم، نعم، درست عليه في الفقه، ثم ذهبوا به إلى محكمة حائل وتوفي هناك رحمه الله. نعم، ولا كان فقيها متضلعا ويفيد إلى درس، وكل مسألة يقول هذه وقعت لي سنة كذا وكذا، يحفظ الوقائع حتى التي وقعت له. نعم، حفظكم الله. شيخنا، مرحلة جديدة من حياتكم وهي انتقالكم من القصيم إلى الرياض، نريد معرفة تفاصيل هذه الرحلة، وكيف تم اتخاذ مثل هذا القرار، وكيف كان رأي الأهل في هذا الانتقال؟ هذا الانتقال سببه مواصلة الدراسة، لأنه لما تخرجنا من المعهد العلمي طلبنا من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يفتح لنا فرعاً في القصيم، ولكنه أبى وقال ما يمكن هذا، فكثير من زملائي تركوا الدراسة ولا راحوا للرياض، طلبة علم كبار لو واصلوا لكن استصعبوا السفر إلى الرياض فبقوا في بريدة، أما أنا فيسر الله وذهبت، وذهب معي منهم أيضاً فلة جيدة، وأكملنا دراستنا والحمد لله. نعم، هذه الرحلة للرياض بعد الزواج أو قبل؟ نعم، الرحلة هذه رحلتكم إلى الرياض كانت بعد الزواج؟ إيش علاقة الزواج بالدراسة؟ لأن حفظكم الله، كثير من الناس يرى أن الزواج يكون عائق لطلب العلم،
أبد ما هو بعائق لطلب العلم. الزواج ما هو بعائق لطلب العلم، بل ربما يساعد على طلب العلم حيث أن الإنسان يطمئن ويرتبط بأهله ويعني ويتفرغ من الأسفار ومن قواطع طلب العلم. نعم. عند انتقالكم حفظكم الله للرياض، لا شك أن طالب العلم يتشوق للقاء مع العلماء. كيف كان أول لقاء مع سماحة الشيخ محمد إبراهيم وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله؟ أما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فأنا أحضر دروسه في الغالب، أحضر دروسه وهي قليلة لأنه انشغل بالعمل الوظيفي والمهمات الكبار، أنيطت به من مهمات كبار رحمه الله انشغل بها، ولكنه مع هذا يجعل وقتا للدروس نحضرها عنده. أما الشيخ ابن باز فإنه كان معنا يعني في المعهد وفي الكلية يدرسنا ونستفيد منه. نعم. لكن أول لقاء كان مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم. أول لقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. أول ما وصلنا إلى الرياض في عام 78. نعم. كان في مجلس علمي أو في؟ نعم. اللقاء كان في مجلس علمي. دروسه في دروسه، وأيضا لما كان يدرس في كلية الشريعة كنا من طلابه فيها. نعم. يذكرون حفظكم الله أن في ذاك الوقت كان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأيضا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم هيبة عند طلاب العلم وعند عامة الناس، تذكرون شيء من ذلك حفظكم الله؟ نعم، يهابونهم مع أنهم متبسطون ولا عندهم تمانع من يعني من تشجيع طلبة العلم وتدريبهم على مجالستهم والاستفادة منهم، لكن الله جعل لهم هيبة. نعم. حفظكم الله، بعد قدومكم من الرياض التحقتم بكلية الشريعة بالرياض وتخرجتم منها عام 1381، لو حدثتمونا عن هذه المرحلة ومن أبرز من درسكم ومن هم أبرز من تعرفتم عليهم في هذه المرحلة. درسنا فيها الشيخ عبد الرزاق عفيفي، درسنا فيها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، درسنا فيها عبد الله بن صالح الخليفي. نعم. ومن أبرز من تعرفتم عليه؟ هم هؤلاء، الثلاثة. بالنسبة للطلاب حفظكم الله. نعم. بالنسبة للطلاب الزملاء. نعم. الزملاء كثيرون من أهل الرياض ومن أهل القصيم ومن غير الرياض والقصيم من مختلف الجهات. نعم. حفظكم الله، درستم في كلية الشريعة قبل التخرج، ما هي المادة التي كلفتم بتدريسها وهل درست زملاء لك وكيف استطعتم أن تتجاوز هذه المرحلة؟ في آخر السنة الرابعة من كلية الشريعة هي النهائية احتاجوا إلى مدرسين فأخذونا للتدريس قبل التخرج بأربعة أشهر تقريبا، درسنا فيها مادة النحو، درسنا فيها مادة النحو إلى أن تخرجنا، وبعدين صرنا مثل غيرنا من متخرجين على ما فينا من ضعف وما فينا من كسر. نعم. من كان مدير الجامعة في ذلك الوقت؟ مدير الجامعة ما هي جامعة، كلية. مدير الكليات. نعم. ذاك الوقت هو الشيخ عبد الرحمن الدخيل رحمه الله، عبد الرحمن الدخيل من أهل بريدة. نعم. مثل هذا الترشيح للتدريس وأثناء الدراسة، نعم، أقول ترشيحكم للتدريس وأنتم طالب، ما زلت طالب في كلية الشريعة، ممن كان الترشيح هذا؟ احتاجوا إلى مدرسين لأنهم فتحوا معاهد جديدة
احتاجوا إلى مدرسين فأخذونا من السنة النهائية قبل التخرج بأشهر. أما أنا فبقيت في الرياض، وأما زملائي ذهبوا إلى المنطقة الجنوبية في أبها وفي نعم. بعد التخرج حفظكم الله، أين كان تعيينكم؟ نعم، بعد التخرج أين كان تعيينكم؟ فيما كنت فيه قبل التخرج، لأني درست في كلية، درست في المعهد العلمي فاستمريت عليها، عينوني مدرسا في المعهد العلمي. نعم. يعني كنتم تدرسون وفي نفس الوقت تدرسون في كلية الشريعة؟ هذا في آخر سنة لما يعني احتاجوا إلى مدرسين قبل التخرج بأربعة أشهر تقريبا، أخذونا للتدريس، فصرت أدرس في أول الحصة الأولى، ثم أذهب إلى زملائي في الفصول كلية الشريعة وأدرس معهم بقية الحصص. نعم. في هذه المرحلة يعني بعد التخرج، هل تم تكليفكم بمهام من قبل سماحة الشيخ محمد إبراهيم؟ يعني سمعنا أن تم تكليفكم بالدعوة إلى الحج، هل كانت في هذه المرحلة؟ نعم، شاركنا وكلفنا في التوعية الإسلامية في الحج، الدعوة في محاضرات وزيارات للبلدان المجاورة للرياض، وكنا يعني على حسب مجهودنا نقوم بما نستطيع. نعم. في معرفة تم تكليفكم بالدعوة للحج يعني وأنتم ما زلتم في مرحلة الدراسة أو بعد تخرجكم مباشرة من الكلية؟ لا، بعد التخرج. بعد التخرج شاركنا التوعية في الحج. نعم. ترشيحكم كان من قبل سماحة الشيخ محمد إبراهيم؟ نعم. الترشيح كان من قبل سماحة الشيخ محمد إبراهيم؟ ترشيح؟ ترشيحكم للدعوة في الحج؟ لا، الترشيح من قبل القائمين على التوعية. نعم. بإشراف، نعم، بإشراف الشيخ. نعم. نعم. لو تحدثنا حفظكم الله الآن عن مرحلة الماجستير، كيف كانت الدراسة في ذلك الوقت؟ نعم. مرحلة الماجستير، في مرحلة الماجستير كيف كانت طريقة الدراسة في ذلك الوقت، وما هي الرسالة التي تقدمتم بها؟ الماجستير كانوا يدرسون دراسة تمهيدية، كانوا يدرسون سنتين دراسة تمهيدية يسمونها، ثم يحضرون رسالة الماجستير. أما أنا فقالوا يكفي تدريسك هذه المدة، يكفي عن الدراسة، فأعفوني من الدراسة التمهيدية وحضرت الرسالة في الفرائض، كتاب في الفرائض مطبوع ومتداول والحمد لله. نعم. من كان المشرف على هذه الرسالة ومن ناقشها؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو المشرف عليها، وعلى رسالة الدكتوراه هو المشرف على الرسالتين. نعم. حفظكم الله، شيء بشيء يذكر، تأتي هذه المحاضرة في الجمعية الفقهية في كلية الشريعة. هذه المحاضرة في الجمعية الفقهية في كلية الشريعة، والعلم فإنه يقال أن أول رسالة ماجستير نوقشت في الكلية في قسم الفقه في جامعة الإمام هي لكم حفظكم الله في عام 1397. نعم، هي الرسالة التي في الفرائض، كتاب الفرائض هو أول رسالة في الماجستير. نعم، وأول ما نوقش في كلية الشريعة وفي جامعة الإمام في ذاك الوقت، لأن زملائي أخذوا شهاداتهم من الجامعة الأزهرية، كانوا يسافرون إلى الأزهر ويدرسون هناك الدراسة التمهيدية ويحضرون الرسالة. أما أنا فلم أذهب إلى الأزهر، وأعفوني من الدراسة التمهيدية
واكتفوا بتحضير الرسالة فقط. نعم. حفظكم الله، مرحلة الدكتوراه هي مرحلة جديدة، كيف كانت الدراسة في ذلك الوقت؟ أنا كما ذكرت لك ما درست تمهيدية. نعم. لا للماجستير ولا للدكتوراه، عفوني من ذلك، واكتفوا بتحضير الرسالة ومناقشتها. كان المشرف على الرسالتين شيخي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. نعم. المناقشين للرسالة حفظكم الله، منهم الشيخ عبد الرزاق بصفته مشرفا، وأما البقية الله نسيتهم، اسمحوا لي. ما. نعم. نعم. وأنا داري أنكم تناقشون عن هذا، كان أنا مستحضر من قبل. نعم. طبعا الشيخ قبل اللقاء كان في تنسيق في طريقة الإلقاء، فالرأي كان يكون بطريقة الحوار، وأيضا محاولة استخراج أكثر ما يمكن من الشيخ عن حياته وعن سيرته، لذلك تجدون الحوار بسيط جدا، لذلك تسمحون لنا في بعض العبارات التي ربما تكون خارجة عن الحوار. الشيخ عبد الرزاق عفيفي حفظكم الله له مسائل متعددة، وقد استفدتم منها له بعض المسائل التي ذكرتم، بعض الفوائد ذكرتم في مجلس أن الشيخ الشنقيطي في ثلاث مسائل كان يقول في قوله تعالى وما يؤمن أحدهم بالله إلا وهم مشركون، في قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف، وقول عمر رضي الله عنه أبواب الربا وددت لو بينها النبي، تذكرون هذه المسائل؟ يقول يا الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يقول هذه هي المسائل التي لم أفهمها، هذه المسائل الثلاث أنا لم أفهمها. حفظكم الله، معالي الشيخ، أنتم من الأجيال الأولى التي تخرجت من كلية الشريعة، حيث تخرجتم سنة 1381، لو تحدثتم عن تدريسكم في جامعة الإمام وتنقلكم بين كلياتها والأثر الذي ترونه لهذه الجامعة. نعم، أنا درست في كلية الشريعة، ثم في الدراسات العليا في أصول الدين، ثم انتقلت إلى المعهد العالي للقضاء مديراً ومدرساً، إلى أن نقلت إلى الإفتاء. نعم. أحببت فقط شيخ التأكيد على أيضاً رسالة الدكتوراه، هل هي أول رسالة تناقش في جامعة الإمام؟ نعم، هي أول رسالة تناقش في الدكتوراه، رسالة الماجستير والدكتوراه أول رسالتين نوقشتا في كلية الشريعة. نعم. حفظكم الله، عينتم مديراً للمعهد العالي للقضاء، حدثونا عن تجربتكم الإدارية في المعهد، وهل أثرت على الحصيلة العلمية؟ لست مديراً فقط، أدرس في المعهد العالي، مع الإدارة أدرس فيه، فكنت أذاكر المعلومات والحمد لله واستفدت. نعم. لو ذكرتم أبرز القرارات التي تم اتخاذها في ذلك الوقت عند إدارتكم للمعهد. أبرز القرارات التي تم اتخاذها في ذلك الوقت. أبرز القرارات التي تم اتخاذها في ذلك الوقت. أبدا، ما في قرارات، نمشي النظام فقط، نمشي النظام ونراقب الطلاب وهذا، ولا صدرنا قرارات. نعم. ذكرتم، معليش أخوان، معليش، ما هي المقصود، احنا الآن في حوار مع الشيخ، لكن فيها ذكر أن ما يتعلق برسالة الماجستير في البحث التكميلي كان في ذلك الوقت، في وقت إدارتكم، يعني نعم، تحويل الرسالة الماجستير وتكون الدراسة لطلاب الماجستير لسنتين، ثم بعد ذلك يكون البحث التكميلي. نعم. أقول في ذلك الوقت. نعم. كانت الدراسة حولت في وقتكم من إلى سنتين دراسة وبحث تكميلي، هذا في المعهد العالي خاصة. نعم. المعهد العالي خاصة،
أنا اقترحت هذا، أنهم يجعلون الدراسة التمهيدية سنتين لأنهم بحاجة إلى العلوم التخصصية في المعهد العالي للقضاء، وأن يكتفى بالبحث. نعم. وإلا في الجهات الأخرى لا بد من رسالة للماجستير. نعم. إن كان هذا القرار في وقتكم، في وقت إدارتكم، حفظكم الله. أي نعم. حفظكم الله. درستم في كل مراحل عملكم، فدرستم الابتدائي ثم التحقتم بالتدريس بالمعاهد العلمية، وبعد تخرجكم من الجامعة درستم في المعهد العلمي بالرياض لمدة سنتين، ثم نقلتم للتدريس في كلية الشريعة مدة طويلة، بعدها انتقلتم للتدريس في كلية أصول الدين فترة وجيزة، ثم انتقلتم مديراً للمعهد العالي للقضاء، ولما تمت الفترة النظامية عدتم إلى التدريس في نفس المعهد العالي للقضاء. تجربة طويلة من العمل الجاد، بماذا حفظكم الله خرجتم من خلال هذه التجربة، وما هي نصيحتكم لطلاب العلم؟ الحمد لله، على يعني ضعفي وكسلي مشيت هذه الفترة كزملائي، ما عندي مزية على زملائي. نعم. لكن نصيحتكم حفظكم الله من خلال هذه التجربة لطلاب العلم؟ أن يجدوا ويجتهدوا في الدراسة ثم في العمل، إذا تولوا عملاً أن يقوموا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. نعم. حفظكم الله، كان لكم السبق في تأليف المقررات الدراسية. كان لكم السبق في تأليف المقررات الدراسية، منها قسم في المقررات الدراسية في العقيدة، وفي مقررات الفقه في الكليات وفي المعاهد العلمية بجامعة الإمام، وكذلك الجامعة الإسلامية، وفي الثانويات والمتوسطات، وفي وزارة التعليم. لو تحدثتم عن هذه التجربة، تجربة التأليف للمقررات. أنت وسعت الدائرة، أنا ما ألفت إلا في محيط جامعة الإمام محمد بن سعود، وذاك الوقت كانت تسمى كليات ما تسمى جامعة، فأنا ألفت شرح للعقيدة الواسطية بتكليف من كلية أصول الدين، وألف ويعني ما أقول ألفت، لكن اختصرت من شرح الزاد، اختصرت من شرح الزاد مقررات للفقه في كلية الشريعة. هنا ونحن نتحدث حفظكم الله عن التأليف، معلش يا كتب الله لمؤلفاتكم القبول في جميع الموضوعات، وبالأخص كتاب الملخص الفقهي. البعض يقول أنكم تأثرتم بإمام الدعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في منهجه في التأليف، فما تقولون في ذلك؟ الملخص الفقهي هذا أصله حلقات ألقيتها في الإذاعة، حلقات في الفقه، برنامج فقهي ألقيته في الإذاعة، ثم إن الذين استمعوا إليه طلبوا مني أن أجمعه وأرتبه وأخرجه في كتاب، فأنا نزلت على رغبتهم وصار كتاباً من غير قصد مني، إنما هو حلقات ألقيتها في الإذاعة، ما كنت على بالي أنه سيكون كتاباً. نعم. حفظكم الله، دروسكم في المسجد مستمرة ولله الحمد منذ أكثر من 35 سنة. نعم. دروسكم في المسجد لها أكثر من 35 سنة، ولقد تميزت دروسكم بإتمام الكتب وعدم الإطالة في الشرح، فشرحتم كتباً كثيرة. حدثونا عن بداية التدريس في المسجد. أنت لا تبحث، تطلع مهرنا، أنا ما ودي أنها تطلع. أنا درست والحمد لله على جهدي وميسوري والحمد لله، ولا ودي تطلعون على ما عندي من قصور ومن ضعف، خلوا علي ستر الله. نعم. آه،
هل تذكرون بدايات التدريس؟ من درس عندكم من المشايخ؟ عندنا؟ أي من بداية التدريس؟ طلاب كثيرون، ما أخص منهم، طلاب كثيرون يمرون ويروحون ويجي غيرهم. نعم. تواصلكم حفظكم الله الإعلامي بشكل مستمر. نعم. أقول لكم تواصل إعلامي، لكم تواصل إعلامي بشكل مستمر، ففي إذاعة القرآن نور على الدرب، وكانت لا تمر دورة إذاعية إلا والمعاليكم درس علمي وشرح لأحد الكتب. تحدثون عن بعض طريقتكم في الإعداد لبرنامج نور على الدرب، وكذلك الإعداد لمثل هذه الدروس العلمية. والله نور على الدرب ما حنا بنعد، يقرون علينا السؤال ونجيب بما يتيسر، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، ما بما يتيسر. لو بقعد أحضر لكل سؤال ما استطعت. نعم. معالي الشيخ، معالي الشيخ، رسمتم منهج علمي في المقالات الصحفية والردود والتنبيهات التي تنشرونها. طريقتكم في مثل هذه الردود ومنهجكم في من يكون له أولوية في الرد، لذلك نجد كثير من مما ينتشر في بعض المقالات في الصحف متنوعة، ولكنكم أيضا تنتقون بعض الردود المعينة خاصة فيما يتعلق في العقيدة. تذكرون شيء بطريقتكم لمثل هذه الردود؟ هذه مطبوعة، يعني هذه مطبوعة في كتاب، لا حاجة إلى الكتاب، ينبي عن نفسه، يقرأها الإخوان ويساعدون إن كان فيها خطأ أو فيها نقص، يساعدون إن يبينونه علشان يستكمل إن شاء الله. نعم. أنتم تطلعون حفظكم الله على الصحف بشكل يومي؟ ها؟ تطلعون على الصحف بشكل يومي؟ تمر علي الصحف، وإذا صار عندي فراغ أناظر العناوين فقط، لو أقرأ المقالات ولا ما عندي وقت، لكن أشوف العناوين، إذا شفت عنوان يلفت النظر طالعته. نعم. كان لكم حفظكم الله التحذير مبكرا من دعاة الغلو، فلو تكلمتم شيئا عن هذه التجربة. نعم. كان لكم التحذير مبكرا من دعاة الغلو، فلو حدثتمونا شيء عن هذه التجربة. ما أذكر شيء في هذا الموضوع خاص، ما أذكر شيء في هذا الموضوع خاص، يعني الغلو هذا الشيء ما حدث إلا من قريب، ما كان موجود من قبل، ما حدث إلا من قريب، والحمد لله المشايخ والإخوان كلهم قاموا في وجه هذا التيار الباطل، كلهم بجهده وميسوره، وحصل الخير الكثير، وأنا من أضعفهم في هذا. نعم. حفظكم الله، ترون طريقة التواصل، حفظكم الله، ترون طريقة التواصل بين العلماء وولاة الأمر، فما رأيكم في التواصل مباشرة مع ولاة الأمر، وخاصة في الأزمنة، خاصة في أيام التي تتعلق في ما مرت به البلاد من فتن من أولها إلى آخرها؟ العلماء لهم تواصل مباشر مع ولاة الأمر، ولهم أيضا نصيحة مباشرة لولاة الأمر، ولكن أحيانا لا تظهر أمام العامة وأمام الناس، فما رأيكم في هذه الطريقة حفظكم الله؟ هو كما ذكرت، التواصل مع ولاة الأمر فيما يهم المسلمين هذا أمر واجب، ولكن ما نظهر هذا الشيء، نقول تواصلنا وقلنا ما نظهر هذا الشيء. نعم، هذه أسرار. نعم. حفظكم الله، تحملون عضوية اللجنة الدائمة للإفتاء وعضوية هيئة كبار العلماء وكذلك أيضا مجمع الفقه، فهل حدثتمونا عن هذه التجربة؟ نعم، الحمد لله، أنا شاركت في المجمع الفقهي، وشاركت في هيئة كبار العلماء، وفي اللجنة الدائمة بحسب مقدوري وميسوري، ولست وحدي، معي زملاء ولله الحمد، ونتعاون ونتدارس الشيء إذا عرض،
ثم نخرج بنتيجة، وإذا لم نتوصل إلى نتيجة يحفظ. نعم. حفظكم الله، اطلعت على بعض العبارات وبعض المقالات يذكرون فيها من هذه، يقولون تواترت الأخبار بأن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل من نسأل بعدك قال الشيخ صالح الفوزان، فقيل له أنسأل فلانا فقال فلان فقيه ولكن اسأل الشيخ صالح. وقد سئل الشيخ محمد المنجد الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في مرض موته من تنصحني أسأل بعدك يا شيخ، قال الشيخ صالح الفوزان وفلان وفلان، وقد ذكره في أحد أشرطته. وكذلك ذكر الإعلامي عبد الكريم بن صالح المقرن في مقال له في جريدة الجزيرة في عام 1430 بعنوان مواقف وذكريات في حديث العلامة بن عثيمين عن الشيخ صالح الفوزان، يقول مختصر لكلامه: ركب الشيخ بن عثيمين ثم التفت إلي قائلا هذا الشيخ صالح الفوزان، يعني كان يسمعه في الإذاعة. قلت نعم يا شيخ هذا برنامج نور على الدرب. ابتسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال ما شاء الله، القلب يرتاح لفتاوى الشيخ صالح الفوزان، هكذا هم أهل العلم الربانيون، يحب بعضهم بعضا ويوصي بعضهم ببعض. حفظكم الله، لو تحدثتم عن علاقتكم بالشيخ ابن باز من خلال إدارته للإفتاء، وأيضا العلاقة التي بينكم وبين الشيخ محمد بن عثيمين من خلال تواصلكم معهم من خلال هيئة الكبار العلماء. عطنا الأول. سم؟ عطنا الأول. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله علاقتكم به. عبد العزيز علاقتنا به مدرسا لنا، درسنا في كلية الشريعة، درسنا في الفقه وفي الفرائض. وعلاقتنا به في العمل لما صرنا حوله في الإفتاء، وكنا نستفيد من توجيهاته ومن آرائه رحمه الله، ونستفيد من خطته في الأجوبة، واستفدنا منه كثيرا طلابا في الدراسة ومعه في العمل. نعم. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين ارتباطنا به في الحج، إذا كنا في التوعية في الحج كنا جميعا ونتدارس بعض الأمور ونتعاون على حلها، وكنا نستفيد منه، كنا نستفيد منه كثيرا رحمه الله. نعم. هنا سؤال حفظكم الله، مدى صلتكم حفظكم الله بالأدب القديم شعرا ونثرا؟ صلتكم بالأدب القديم شعرا ونثرا؟ أنا ما لي صلة بالأدب لا شعرا ولا نثرا، إلا أني أقرأ ما يقع أمامي، ما يقع أمامي من شعر أو نثر أقرأه، وإذا كان فيه فائدة أستفيد منه، وإلا أقطع به الوقت. نعم. هذا يسأل أيضا هل لكم طلعات للأدب الحديث؟ لا والله الأدب الحديث ما لا بالحديث ولا بالقديم إلا مثل غيري. نعم. من أكثر من تأثرت به من العلماء الذين عاصرتموهم؟ نعم. أكثر من تأثرت به من العلماء الذين عاصرتموهم؟ مشايخي الذين تلمذت عليهم، فأنا استفدت منهم واقتديت بهم في سيرتهم وفي سمتهم وفي استفدت منهم، كل المدرسين اللي درسوني استفدت منهم والحمد لله، لكن منهم مقل ومنهم مستكثر. نعم. هل لكم حفظكم الله أصدقاء منذ الطفولة ولا زال لكم تواصل بهم حتى الآن؟ الأصدقاء كثيرون، الأصدقاء كثيرون والحمد لله، ولا أخص منهم أحدا دون أحد. نعم. ما تذكرون لنا أسماء بعض؟ نعم. ما تذكرون بعض الأسماء حفظكم الله؟ أصدقائنا الذين زاملناهم في الدراسة لنا منهم أصدقاء، لكن منهم من مات ومنهم من سافر إلى بلد يعني ينأى عنا وانقطع التواصل معه.
نعم، ولا زلت أذكر لهم جميلهم، وأذكر لهم زمالتهم، وأذكر لهم سيرتهم الطيبة، منهم أحياء ومنهم أموات. نعم. شيخنا حفظكم الله، أكثر ما شدك من كتب السير والتراجم؟ أكثر ما شدك من كتب السير والتراجم؟ تراجم علماء نجد هو أهم ما عندي، لأنه علماء قريبون منا ونحن نرتبط بسيرتهم وبخطتهم، فأنا أقرأ تراجمهم. نعم. هل التقيتم حفظكم الله بالشيخ أحمد شاكر في الرياض؟ لا والله ما رأيته، كنا بالقصيم وهو يجي للرياض، يوم أن كنا بالقصيم توفي قبل أن نأتي للرياض للدراسة. نعم. لكم حفظكم الله ذكريات ومواقف مع الشيخ صالح الأطرم حفظكم الله؟ الشيخ صالح الأطرم تزاملت أنا وإياه في العمل، كنا مدرسين في المعهد ثم مدرسين في الكلية، وكان بيته قريبا مني، وكان يعني من خيار صحابي الذين أجلس معهم وأستفيد منهم، فهو من خيار من رأيت. نعم. هل كنتم تتدارسون القرآن مع بعض مع الشيخ صالح الأطرم؟ نعم، تدارسنا وياه القرآن بعد الفجر خصوصا في شهر رمضان. نعم. الشيخ الرحالة ناصر العبودي محمد. نعم، محمد ناصر. اي وش فيه معرفتكم به حفظكم الله؟ كما ذكرت لكم انه كان مديرا للمعهد العلمي في بريده من فتح الى ان غادر الى المدينه لما فتحت الجامعه الاسلاميه، اخذ امينا للجامعه الاسلاميه في ذاك الوقت، وكان سيرته في المعهد ومع الطلاب ومع ويعني ضبطه للطلاب وهيبته عند الطلاب شيء كثير يعني. نعم. عندي بعض الأسماء، مثلا الشيخ عبد الله بن إدريس، هل لكم علاقة معه؟ لا والله ما لي فيه علاقة. الأديب حمد الجاسر؟ لا ولا لي علاقة بحمد الجاسر. نعم. حفظكم الله، هذا السائل يقول من أحب مشايخكم إليكم وأكثر فائدة مرت عليكم؟ الله كلهم أحبهم وأكن لهم التقدير، قد استفدت منهم كل في فنه، لكن من أكبر من استفدنا منهم الشيخ عبد الرزاق في التفسير، وكذلك الشيخ الشنقيطي في الأصول وفي التفسير أيضا، وكذلك الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي في الفقه، وإن كنا حرمنا منه في آخر السنة وأخذ لقضاء حائل، توفي هناك رحمه الله. نعم. حفظكم الله، من الله عليكم بمؤلفات كثيرة، هل من بينها كتاب عز من غيره؟ من الله عليكم بمؤلفات عديدة. من؟ مؤلفات عديدة لكم حفظكم الله، هل من بينها كتاب عز من غيره؟ كتب من هي؟ لكم حفظكم الله كتب. تبي نمدح كتبي أنا؟ لا سام. ما أدري أنا. سام الأحفاد. أنا عندي إنها كلها ضعيفة. الله المستعان. أنا. الله يحفظكم يا شيخ. طيب شيخنا، خلال لكم سفرات خارج المملكة كانت بعضها للعلاج وبعضها كانت من أجل الدعوة، نريد أن تحدثونا عن سفركم في الدعوة وكيف وجدتم البلاد خارج المملكة في البلاد التي سافرتم لها. أنا ما ذهبت للخارج لأجل الدعوة إلا مرة، لما في جامعة الإمام لها طلاب في الخارج ولهم مراكز ولهم، فذهبنا يعني نشوف نشرف عليهم ونتلمس حاجتهم لنرفعها للجامعة فقط، يعني صفة مفتشين فقط. نعم. لكن هل رأيتم أثر لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في تلك البلاد؟ نعم، كثير الذين تأثروا بدعوة الشيخ ولله الحمد كثيرون في البلاد، في هذه البلاد وخارج البلاد، خصوصا في مصر
جماعة أنصار السنة المحمدية، وفي السودان جماعة أنصار السنة المحمدية، هم يسيرون على أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك في الهند علماء الحديث، وكذلك في غيره من البلاد، جعل الله لها القبول ولله الحمد، وانتفع بها خلق كثير نتيجة لإخلاصه رحمه الله ونيته الصالحة. نعم. أيضا من ولا هناك دعاة ماتت دعوتهم معهم، لكن الشيخ ما دعوته مستمرة ولا تزال تتجدد والحمد لله. نعم. بعد حفظكم الله هذه السنين التي من التعليم والتعلم والتأليف، أقول بعد هذه السنين الطويلة من التعليم والتعلم والتأليف والخير الذي من الله به عليكم، هل هناك شيء قلتم بعده لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلته، أو أنكم تمنيتم فعل غيره؟ كثير كثير، ما الشيء اللي نندم عليه ودنا أن ما قلنا ولا كتبنا، هذا كثير، ونستغفر الله ونتوب إليه. نعم. حفظكم الله، برنامجكم اليومي متى يبدأ ومتى ينتهي؟ برنامجنا اليومي معلوم، صلاة الفجر وبعدها يعني نتناول ما تيسر من هذا ونذهب للعمل، ونجي الظهر لا خلاص الدوام نجينا الظهر البيوتنا واسترحنا. نعم. لكم دروس بعد صلاة الفجر، ولكم دروس بعد المغرب، وكذلك أيضا العمل والمحاضرات. أنا ما أتحدث عن دروسي ولا عن أعمالي. ما أتحدث عنها أنا. نعم. أحسن الله إليكم. طبعا بالنسبة لهذه الأسئلة التي طبعا حاولت أني أسألها سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وقد حاولت أن أستخرج قدر الإمكان من سيرة الشيخ، وأترك الآن الزميل دكتور صالح في ختام هذا اللقاء، يسأل الله أن يجزيكم أيها الحضور خير الجزاء على حضوركم، وأن يكون هذا اللقاء من اللقاءات التي نتذاكرها في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.